ايش هكا ولا كنت مسؤول على الشبان كيفاش كيف جات الرجعه؟ والله برشا ناس قالوا لي كذا وكذا قلت لهم راهو انا قاعد في داري والتليفون تاعي يضرب هزيت قيت سي حمدي قال شنو توا كذا وكذا قلت له شنو قال لي اسمعني ما نعرفك ويزيك من المشاكل وهذه وكذا انا قلت لك حاجه معناها اللي ما فيهاش برشا مشاكل تشد لي جون شنو قال هذه ما فيهاش مشاكل؟ قال لي لا بربك هذا كل شيء. اه بون الحق بتاع ربي ما نجمتش نقول له لا. علاش؟ خاطر نحبوا برشا وعلاقه طيبه ما بين مع بعضنا قلت له هي شد لي جون عام. فهمت قال ثم دوسيات ثم خمسه ولا سته لاعبين وقتها حبيناهم حبينا نعملوا لهم كونتراتوات بما فيهم رائد الفادع. <applause> حصلوا ثم لاعبين اللي معناها واعدين فهمتني قال حب... عندك الدوسي هذا لازم تريق معناها ستة لاعبين عملوا كونترات واحد خمسة سنين درجة والحق نتاع ربي وكونا معناها دي جون هايلين هاني قلت لك معناها كانت 12 دوس تيتر من اللي من اللي زيكول حتى مم. لل لي ما طولتش سور لي دوز تيتر هزينا ثمانية وأربعة معناها الأخرين قلت لك ما طولتش اسمع كهوة ما اسمع ثم أنت تحس روحك في عالم نفحاوي أنت لا ماشي نفحاوي عاد نفحاوي نشد 30 سنة نحكي في الوقت هذا معناها علاش خرجت؟ بيان سور هي مسؤول أنا أنا قلتها في وقت من الأوقات مقتلد أنت مدة 20 30 سنة الناس تجري على رئاسة الجمعيات وكل واحد وكذا كل شيء لكن ادهورت الأمور قلت لهم باش يجي نهار باش نولي نلحلحوا له. على الرؤساء باش يشدوا الجمعية وعلى المسؤولين باش يساعدوا وفعلا أنا وصلنا له علاش خرجت؟ خرجت خاطر تولي عطيت ما... ما, ما, فيه الكفاية و, و... وخرجت على خاطر حتى بعد واحد صار بعد اللي جان اتسترا عملنا عملوا اورجانيجرام وحبوا معنا نبدا انا بعد حمدي المد وكل شيء قلت له مع ما عادش نجم وكذا كل شيء قال لي ما هي قولها سي حمدي قلت له غدوه نقول لك غدوه كلمني نسيبي وقتها بنتي مازالت كي ولدت وقتها ما بكيت في مازالت كي تولدت عمرها تو 10 سنين ربي يفضل هيك قلت له هذول لي سان سين دي ديسان معناها تو واحد خلد لها بارك عملته عم بركة عملته انا خلوك كاينك خرجت في صمت معناها بلاش شاوش كبيرة. كبير انا خرجت من عيدي كاني معناها اما تقعد مع عائلتي كان معاكم منظر الكبير وقتها منظر الكبير مم. شنو رايك في العمل نتاعك سوا في الترجي وقتها اليوم في المنتخب؟ اكتشفت اكتشفت مدرب طراز رفيع فعلا ما كنتش نعرف نعرفه برشا نعرفه توكم انا اما شفت الخدمه تاعو خاطر في لي جون كنا براتيكمون كل يوم نعملوا اجتماع باش نشوفوا معناها مشاكل المينيم مشاكل كدي اه مشاكل كدي بي جونيور باغ كونت كي خذا الفريق في فتره معينه ما مشاتش برشا لي يعيش تعيش خويا راه ما تنجمش تاخذ فريق تقعد لواحد راه ما خذاش فرصه كما يلزم لازم تخلي الوقت لازم مش نحكموا على مدرب كيما الناس بدات تحكم على راضي الجعايدي بشويه خليه يخدم الراجل ما تقول منذ ما خذاش وقته في كما يلزم انا يبدو لي ما خذاش وقته قلت اخي تو اللي سماه على راس الفريق القومي اخي يرضع به سماه شاف معناه دوسياته وشاف معناه امكانياته وخذ القرار نتاعو كان معكم ايضا عربي زوابي ظهر في فنان كان العربي اليوم كمال القلسي في الفريق آه برشا يقولوا اللي هو ولد الكليوب كيفاش يخدم في الاسبيرونس شنو رايك في الكلام هذا؟ مش الوان في المسؤوليه ما كماش الوان مدرب يا اخي من كبير سي ابي زاد مم. اي ما مش كيف الحال بين الكليوب شنو رايك؟ نعم. فوزي مازال تخدم في الكل فوزي مازال تخدم معنا في آه الكل لا لا ما شنو شعب بالعاني معناها باش يخلص الترجي يعني شويه في, في الشبان يرضى معناها باش يضر روحه كما قال خالد بن يحيى يذكره بالخير قال كان مدرب معنا وكل شيء قال كان انا كمدرب تاع الترجي في 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 غايه الترجي لازم نحي روحي نحي اما روح. خلي تنجح الترجي على خاطر ما ينجحش هو تابع شويه في الشبان اليوم ما زلت ولا بعدت بعدت لا الشبان مش برشا مش برشا تبع الاكابر معناها سواء معناها كره قدم ولا كره يد عندك فكره على العمل بتاع كمال القلصي ولا يجيوني اخبار امم شنو رايك مثلا في اللي قاعد تقال خاصه على بعض الشبان اللي خرجوا ورجعوا تحملوا هو المسؤوليه شنو رايك؟ اي مش عادي مش عادي باش يجي جون طموحه انه يلعب في الترجي كيفاش يجي نهار ويخرج من الترجي. امم. على العمى ما لقاش بقعته. هذاك ما كل شيء لما تاخذ اي لاعب في الجمهوريه التونسيه تقول له ايه اختار توا اثنين جمعيه تحب تلعب فيها يقول لك الترجي. امم. انت في 2017 كنت موجود في الترجي يعني معناها في الفتره هذيك، انت اخر 2016 في 2017 في الشبان ولا الخيبه نتاع ماتش الاهلي انت كنت في الفريق وقتها. الديمي فينال وقتها مع فوز البنزرتي. لا. ما كنتش موجود؟ لا. خرجت وقتها عارف عارف. آه واضح بي خلينا نكمل معاك الحوار خدمت مع بعض شادو اسي سليم شيبوب حمد المدب آه الزهير زهية شنو الفرق بيناتهم؟ والله كل كل واحد عطاه كل ما في وسعه وكل جهده با حمد المدب تعرف حمد المدب معناه سي شيف بريز معناها على راس شركه من اكبر الشركات في تونس دونك، أبار الشيء اللي ضخه الأموال م. جاب ستاف معناها إداري قوي، اللي لهيلو كل شيء بالكونتابليتي بالتريزوري بالكوميسيرو كونت، ال... معناها ستيمشي بوب والناس الكل تعرف الشيء اللي قام به، لو ميريت تاع زهير هو أنه في عامين. معناه انه بعد ما نظف الجمعيه كانت برشا هز الدوبلي ووصل العمل و والله الكل ما عندي ومش معناها مش دبلوماسيه هي مقصية. هي, لا هي والله, لا. والله لا والله <applause> الكل واحد عليه مش عندي ما نزيد انا ولا ما على الشيء اللي عمله سليم شيبوب والا عزيز زهير والا لا لا لا, لا, لا حمدي المد احنا بين حمدي المد ساعات تفوتوا الاحداث ويقلق ويحب يبطل وكذا نبدا نلحن باش يواصل العمل. صراحة كنت تعتبر الافضل بينات هو ماذا بيا واحد يجمع ما بين الثلاثة. ماذا بيا الثلاثة يبداوا شادين الترجي. يجاوبني ديريكت قاعد تهرب بيا كل أفضل بيناتهم؟ لا والله يلا. اذا كنا نحكي به القاب نعتبروا حمد المد بالافضل. هو المسؤول يتحاسب على الالقاب كيما المدرب لو كان تجيب مورينو وياخذ جمعيه وما ما 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 ينجحش به ما هذا شيء ما يصلح وكان بتجيب معناه اي مدرب وينجح بالجمعيه هذيك مش تقول هذا احسن مدرب دونك حسب الالقاب وحسب المسيره حمد المدب اي بي ثم حاجه حمد المدب ما معناها ما يبخ معناه ما ما يبخلش على دور وماذا به وكانت تقول له معناها كريستيانو رونالدو كان في مقدور يجيب. باهي باش نحكيو على حمد المدب اكثر بعد شويه فاصله قصيره باش نمشيو